شبكة وطن الإعلامية www.watan.net. الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال فترة الحجر المنزلي، والتي اشتملت على تعليق الدراسة وتوقف المراكز عن تقديم الخدمات العلاجية والبرامج التدريبية، كان له الأثر السلبي على ذوي الإعاقة، وهو الأمر الذي حمل الأهالي وبدون سابق إنذار مسؤولية كبيرة، خصوصا في قضية التحكم بالسلوكيات وهم على غير دراية كافية بهذه الأمور العلمية الهامة. أهلا بكم في الحلقة الإرشادية الثانية ضمن برنامج شاركونا من البيت، والتي تنفذها الإدارة العامة للإرشاد والتربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم ومركز إبداع المعلم عبر شبكة وطن الإعلامية. نرحب في هذه الحلقة بالدكتورة بوسينة نزال، المستشارة في التعليم والتعليم الجامع والحاصلة على الشهادات العليا في اضطرابات الأطفال. أهلا وسهلا فيك دكتورة معنا في هذه الحلقة. أهلا وسهلا فيكم نزار، أهلا وسهلا بالمشاهدين كافة، كل سنة وانت سالمين ورمضان سلمين. كريم يسعدك يا رب. كما أرحب بأي مشاركة هاتفية من قبل المواطنين على الأرقام 29661957 أو عبر تعليقاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي. دكتورة، بداية يعني كيف أثر الحجر المنزلي سلبا على ذوي الإعاقة في فلسطين؟ الفترة هاي نزار، فترة جائحة كورونا، هي فترة تحدي لكل الناس، فترة مش بس لفئات ذوي الإعاقة، هي فترة للجميع، فترة أربكت الوضع سواء بفلسطين وسواء بالعالم أجمع. هناك عدد من التحديات بلا شك أثرت على الفئات ذوي الإعاقة، من هذه التحديات على سبيل المثال، طبعا هي تحديات كثيرة، لكن على سبيل أهم المثال أهم هذه التحديات هي التحدي العاطفي النفسي. هذول الطلاب اللي كانوا أصلا موجودين في مراكز رعوية وفي مؤسسات تقوم بالعناية فيهم بالناحية أكاديمية، ناحية مهاراتية، ناحية كفاياتية، أغلق. ناحية روعة، من حيث ناحية الرعاية أيضا أغلقت أبوابها، وانتقلوا هؤلاء الطلاب من هذه المؤسسات إلى بيئة خاصة، اتواجدوا مع الأهل أو مع الأم، وهنا ضاف إضافة زي ما أنت ذكرت في المقدمة على الأم. طيب. ناهيك على أنه الجانب الاجتماعي أو التحدي الاجتماعي الأكبر اللي ظهر يعني صار بهذه الفترة، أنه هذول الطلاب كانوا في المؤسسات قد بنوا جسور من المحبة، جسور من الثقة مع المهنيين، مع الإرشاديين، مع الأخصائيين اللي بتعاملوا معهم، وهذا المسير، أنا بحكي عن الطلاب اللي كانوا موجودين في هذه المؤسسات. نعم. بنوا هذه الجسور من الثقة اللي صعب جدا تبنيها مع الأهل، لطبيعة العلاقة مع الأم أو مع الأب، طبيعة العلاقة بتقول إن العلاقة علاقة شخصية، فصعب جدا أبني علاقة اجتماعية مع الأهل، وهون ظهر جانب آخر أو عبء آخر على الأم، إن الأم أو البيرنتس الأهالي بشكل عام بدهم يحتضنوا الأطفال بطريقة أو بأخرى، بدهم يوجدوا لهم عدد من الأنشطة من أجل كسر هذا التحدي الاجتماعي. ناهيك عن التحدي الكبير اللي واجهنا، اللي هو فقد جزء من الأطفال ذوي الإعاقة لعدد لكمية، خليني أقول لك، من المعارف والمهارات اللي كانوا يستقوها من هذه المؤسسات. مثلا على سبيل المثال في المجال الأكاديمي التعلم المهني، هذول الأطفال فقدوا جزئية معينة، بحيث أنه أنا ما بطالب كل أم قاعدة في البيت يا نزار أنها تكون قادرة على تعليمهم أو قادرة على مواكبة ما يحتاجه هذا الطفل من مهارات وغيرها. وبالتالي توقف المراكز عن العمل واستقبال ذوي الإعاقة أثر على الإدراك وعلى العقل لدى البعض منهم. بلا شك هناك عدد من الأطفال تحتاج إلى متابعة من حيث الإدراك، من حيث القدرات النمائية، القدرات الحسية، اللي أصلا تحتاج إلى تخصص، إلى سبيشاليزيشن. مش أي إنسان بيكون قادر على العمل مع الطفل من حيث زيادة الإدراك، رفع مستوى إدراك الطلبة أو استيعاب الأطفال ذوي الإعاقة، وبالتالي هنا أوقعنا على كاهل الأهل عبء كبير من غير ما نقوم بأي شيء توعوي قبلي.
بمعنى انه هذول الاهل لم يكونوا على علم ودرايه. زي ما احنا عارفين كورونا هاجمتنا، لقينا حالنا بحجر منزلي لمده 90 يوم، طفل عندي انا مش عارفه شو احتياجه وانا ام وما عنديش توعيه، فتخيل حجم التحديات اللي وقعت على كاهل الام. انا هون بدي انوه لنقطه يا نزار، انه ما لما باجي بحكي التحدي ما بقول التحدي اللي واجه فئه الاعاقات فقط، اللي واجه كمان الاهالي. ومن هون قلنا احنا بنقول لنا تمني او رجاء على وزاره التربيه والتعليم انه ان شاء الله كورونا ما راح تطول، وان شاء الله بعد ما تنتهي كورونا يكون في جلسات توعويه، جلسات ارشاديه للاهل، وانه يكون اي تدخل مع الاطفال ذوي الاعاقه يكون التدخل مع الاهالي. سناتي الى هذه القضيه في البرنامج في محور خاص ومنفصل، ولكن يعني البقاء في الحجر المنزلي ادى الى ارتفاع مستويات التوتر والقلق والاكتئاب ربما بين صفوف ذوي الإعاقة أو بين صفوف الأهالي أنفسهم في هذه الأجواء المشحونة، كيف يجب أن يتصرف الأهل برأيك؟ شوف، إحنا دائما بنقول للأم من خلال الاتصالات اللي بتيجينا من الأمهات أو من خلال تعاملي مع البيرنتس بشكل شخصي بشكل فردي، بنقول لهم ممنوع تملوا، ممنوع تزهقوا. أنت لما يكون عندك نعمة، عندك طفل ذوي إعاقة، فهذه لازم أول شغلي توفري له البيئة الآمنة داخل البيت. احنا 90 يوم قلنا محجورين مع أولادنا، احنا 5-3 ما طلعناش مع أولادنا، وبالتالي وقعت المسؤولية الأكبر على عاتقك كأم. إذا ممنوع أنت تملي، ممنوع تقولي ليش أنا، ليش هذا الوضع، ممنوع تقولي أنا ما دخلني. بالعكس، التجربة اللي احنا قاعدين بنقوم فيها فيما يتعلق برعاية أبنائنا سواء كانوا من ذوي الإعاقة أو من غير ذوي الإعاقة داخل السياق المنزلي، هو تجربة تحتمل الخطأ والصواب. وبالتالي شو ما عملت الأم إحنا هلأ منتقبل منها، شو ما عمالها بتكون من تدخلات أو أنشطة منتقبل منها. على سبيل المثال، مثلا أنا لازم أقوم بأنشطة تفاعلية مع ابني، لازم أخليه على مواكبة مع عملية التعلم، بغض النظر التعلم اللي قائم على المنهج أو غير قائم على المنهج، وبالتعلم عبر اللعب 100%. لازم أقوم ببعض الأنشطة مع الطفل، أضل أنا engaged. لو تعطينا بعض الأمثلة على هذا الموضوع. مثلا أجي أقول أنا بدي أوعي عن الكورونا، بدي أوعي كيف لبست الجلافز مثلا، بعطي إشي يرسم أنا وياه، نرسم مع بعضنا البعض، نرسم. أنا بحكي عن فئة صغيرة، أنا بحكي عن فئة صغيرة من ذوي الإعاقة، باجي بقول له تعال أنا وياك يا ماما بدنا نرسم، بحطه جنبي بخليه يرسم الجلافز، شو فوائد الجلافز، أنت احكي لي. هلأ لما ببلش هو يحكي لي، ببلش أنا كأم أعرف شو احتياجه، فهم علي كيف؟ صحيح. يعني ببلش أقول أوكي هذا احتياجه وهي قدراته. إحنا إيماننا بأولادنا لازم يكون إيمان مطلق إنهم قادرين. فإذا بنعرف الجملة الشهيرة يس وي كان، أنا بقول للإميات دائما احكي لابنك يس يو كان، انت بتقدر تعمل هذا الاشي، يكون عندها ايمان مطلق انه ابنها قادر. لما بيكون عندها ايمان مطلق، وهون اجت نظريه يا نزار، احنا ما بنحبش النظريات مع اننا تربويين يعني، بس في نظريه اسمها نظريه الفيلينج بروفيسي. هاي النظريه هي النبوءه التي تحقق ذاتها. شو معنى هاي النظريه؟ انه هاي النظريه انت بتضلك تشحن بهمه الشخص اللي قدامك بغض النظر كان من فئه ذوي الاعاقه او من غير فئه ذوي الاعاقه، ايموشنالي بشكل عاطفي بشكل نفسي. بتدعمه من اجل انه يكون قادر على انتاج شيء. لما يقدر على انتاج شيء او يطور شيء، بصفي عنده شيء بنسميه سبليميشن، السمو، انه هو قادر على انتاج شيء. هلا الانشطه اللي بتقوم فيها الام، لازم اول شغله توفر عنصر الامان والسلامه. يعني احنا بنعرف انه فئات الاعاقه يا نزار هي فئات 7، وداخل كل فئه من الاعاقه في عندي مستويات، فكل مستوى من كل فئه لها احتياج خاص، كل فئه لها دعم خاص، كل فئه لها ارشاد خاص. فداخل كل فئة، تخيل داخل كل فئة في عندي مستوى مختلف، مستوى مغاير بده دعم بطريقة أخرى. طبعا الأنشطة كثيرة اللي ممكن احنا نحكي عنها، ممكن عن طريق الرسم، ممكن عن طريق اللعب، ألعب مع ابني. صحيح. أخصص له، احنا اللي بنقول دايما للإميات خصصوا له quality of the time، نوعية في الوقت وليست كمية. بتقول لك ما أنا من الصبح معاه، ما أنا محجور، هذا أنت مش معاه، أنت بالمطبخ، أنت مش معاه، أنت مع إخواته. أنا لما باجي بتطلع على العالم أجمع، أنا عم بحكي كتير سوريا نزل. نعم، لدينا مشاركة هاتفية. أنت بتحكي حكي مهم جدا. شكراً. ومش حكي كتير. شكرا. ألو. ألو، تفضلي، تعرفينا على حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا دكتورة منال. من وين حضرتك؟ من غزة. أهلا وسهلا في كل أهلنا في قطاع غزة. هل عندك طفل من ذوي الإعاقة؟ إيه، بحب أول شيء أقول كل عام أنت بخير. وأنت بألف خير. رمضان كريم، وجاي علينا العيد كمان يومين، نعاد عليك إن شاء الله. الله يسعدك يا رب، تفضلي. وبحب أشكر الدكتورة بوسينة على البرنامج، وأشكر كمان وزارة التربية والتعليم وإبداع وإذاعة وطن كمان. تفضلي. يعطيكم العافية. بحب أسألها إنه
بالنسبة لنا يعني احنا شو هي التوصيات اللي بتعطينا اياها الدكتورة بوسينة تخبيري لاولادنا اللي بدهم يرجعوا على المدارس؟ تمام، سناتي الى ذلك في سياق الحلقة، ولكن هل لاحظتي تغير في سلوك ابنك اثناء الحجر المنزلي؟ يعني خفيف. طب كيف شفتي هذا التغير في السلوك؟ هو يعني لانه ما عم يقدروا الاولاد يطلعوا برا البيت، فصاروا مثل المقيدين، ما عم وبتقاتلوا كثير، بتلاقون ضيقه ومقيدين، يعني ما في، يعني كانوا برا ينفسوا عن حالهم، ينفسوا عن الطاقه الزايده اللي عندهم، بس وبالمدارس كمان، بس هلا بالبيت صاروا يعني بين اربع حيطان كتموا. صحيح. طب انت يعني كيف تفاعلتي مع طفلك اثناء الحجر المنزلي في ظل هذا يعني الجو المتوتر انجاز التعبير؟ هو انا طبعا عم حاول قد ما بقدر ان اكون هادية، لانه هو بده يعبر عن الطاقه هاي الزايده اللي كان عم يفرغها برا، بس هلا انحجرت معي انا، فلازم يفرغها بالبيت. وبالتالي تاثرتي انت والطفل بنفس الوقت؟ نعم، تاثرتي سلبا انت والطفل بنفس الوقت. ايه اكيد، لانه هو قاعد معي بالبيت وكل طاقه صارت عندي. طيب شكرا لحضرتك على هاي المشاركه. يعني دكتوره هو تاثر سلبي متبادل. صحيح صحيح، يعني أنا بثني على الكلام اللي ذكرته الأخت منال. نعم صحيح، ظهرت بعض السلوكات على أطفالنا، منهم زي ما حكت العدوانية، صار أكثر مقيد، حاسس أنه مقيد. في بعض الفئات الصغيرة صابها تبول لا إرادي، بعض الفئات زي ما سمعت من أمهات أنه كمان صار عندهم هجوم على الأكل، أنهم باستمرار بيطلبوا أكل، في منهم في طلاب زادت أوزانهم، في طلاب بلشوا يحسوا حالهم بعاد كتير عن عملية التعليم والتعلم. كل هاي التفاصيل نعم، عشان هيك لما بدأنا حكينا إنه هذا التحدي هو تحدي مشترك ما بين الأم وما بين طفلها. صحيح صحيح إنه القيد اليوم زي ما أنا بسمع من الأميات بيقولوا لي دكتور إحنا صرنا نحسه إحنا داخلي، بمعنى كنا خايفين إنه الأزمة تأثر علينا إحنا بالكبار بشكل مش بهذا الشكل. لاحظت إنه اليوم بيقول لك الأميات أنا مش قادر أطلع من البيت، أنا ما بحب أطلع من البيت، فالقيد صار مشترك يعني. صحيح. صار وهون المشكلة، إن هون بدنا تفريغ نفسي، بدنا دعم نفسي للأهالي وبدنا دعم نفسي للأطفال. قد تكون المشكلة الأولى هي تعريف الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بإيش هو كورونا أصلاً. كيف برأيك الطريقة الصحيحة لتوصيل هذه المعلومة؟ صحيح صحيح، هذا من الأسئلة مثلاً اللي تكررت كثير يا نزار معنا. هذا بيعتمد على شو طبيعة فئة الإعاقة اللي عندك وقديش العمر. فإذا كنا بعمر صغار وكانت عندنا الإدراك، يعني مش إعاقة ذهنية، عندنا الإدراك واعيين فاهمين قادرين على استيعاب الأشياء، ممكن أعمل أنا وياهم نشاط. هذا النشاط اللي هو لعبة معينة أنا بقوم فيها كأم، أولاً بكسر الجمود الاجتماعي، بدعمه نفسياً وعاطفياً للطفل، وبعدين بأدي هدف ما. هذا الهدف اللي أنا بوصله إنه مثلا عن طريق شو فائدة النظافة، فهم علي كيف؟ إنه مثلا في بعض الإعاقات خلينا أقول لك بتتعلم بالتكرار، يعني يمكن أنتوا بتعرفوا إنه مثلا لازم أضل أكرر قدامه، فأنا باستمرار بضل أكرر ليش لازم أنا أغسل إيدي، إذا ما غسلت إيدي شو بصير، ممكن أرسم الجراثيم مع إيدي، ممكن أعمل التجربة المشهورة اللي كانت أونلاين اللي هي عبارة عن الماء والصابون اللي حطينا فيه فلفل، ما بعرف إذا يعني أنا بدعي كل الناس إنهم يشوفوا هذه التجربة. هذه التجربة كانت كتير رائعة، إنه الأم جابت طبق في ماء وشوية صابون وقالت، وبلشت تتعلم طفلها اللي عنده توحد إنه لما بيكون نظيف الإيدين نظيفة بتكون بهذا الشكل، حطت فلفل أسود ولاحظت إنه لما يكون الإيدين وسخات بيكونوا بهذا الشكل. جميلة جدا التجربة. فأنا بقدر كأم إني أجترح بعض الأشياء، ناهيك على إنه في بعض المواقع الإرشادية، أنا كلنا معنا جوالات اليوم كأمهات، كلنا بنعرف واتساب، كلنا بنعرف فيسبوك، كلنا بنعرف جوجل، بقدر أحط إيش بعض الفوائد أو النصائح أو الأنشطة أو التدخلات اللي ممكن أنا كأم أقوم فيها لطفلي. لما بقول طفلي يعني بقصد شو احتياجه، شو في إعاقته، وشو مستوى هذه الإعاقة، وقديش عمره، هذا مهم. طيب أثناء الحجر المنزلي كان هناك تعليمات وإجراءات وقائية من قبل وزارة الصحة وغيرها من الوزارات الفلسطينية، ولكن يعني من الصعوب بمكان تطبيق هاي الإجراءات من قبل ذوي الاحتياجات، من قبل ذوي الإعاقة عفوا، خصوصا يعني ذوي الإعاقة الحركية، كيف بدهم يحققوا موضوع التباعد الاجتماعي مثلا؟ صحيح. انت هون خليني اقول اخذ لك اياه من شقين، خليني اخذ بالشق بالبيت وخليني اخذ شق اخر من في اثناء العوده للامتحان او جلوسهم لامتحان التوجيه او الثانويه العامه. في البيت عشان هيك دائما بقول لك في عبء كبير اضافي اجى على الاهل، فدور الام دور كبير.
أول شغلة إنه بدنا نرعاهم، بمعنى إنه الكرسي لازم تكون معقمة، العصاية اللي بإيده لازم تكون معقمة، التابلت اللي قدامه لازم يكون معقم، مثلا كل ما تصل له يده لازم يكون معقم باستمرار، بعيدها أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة قدامه، بعدين بعمله أورينتيشن إرشادي توجيهي، بطلع عليه كيف هو قاعد بتطلع عليه، كيف هو عم بيعمل هذا الحكي، كيف باستمرار بضل أنا معه زي ما حكيت من البداية إنه بصرف معه نوعية من الوقت من أجل تثقيفه ومن أجل رفع مستوى وعيه. هلأ باجي على الطالب هذا لما بده يروح على الامتحان كيف إحنا بدنا نعمل. هلأ بعرفش ندخل عليه، حاس إنه لازم ندخل على الامتحان ولا يعني موضوع مهم، لأنه أكثر من 200 طالب من ذوي الإعاقة راح يتوجهوا الأسبوع المقبل لتقديم امتحانات الثانوية العامة. بداية يعني أنت شو رأيك في الخطط الحكومية اللي انوضعت؟ هل راعت بالشكل المطلوب والحقيقي فئة ذوي الإعاقة أم لا؟ شوف هذا سؤال يعني دائما هذا سؤال جوهري. خليني أرجع لك بالسياق التاريخي شوي وبعدين منمشي شو اللي صار. في 2015 قامت وزارة التربية والتعليم في تبني سياسة التعليم الجامع اللي كلياتنا بنعرفها، على أثرها تم تطوير ما يعرف بالخطة الاستراتيجية التابعة لسياسة التعليم الجامع اللي شو بتقول الخطة قائمة على مجموعة من الأهداف. هاي الأهداف أهداف أكاديمية، أهداف لها علاقة بإمكانية الوصول للمدارس. بعد ذلك هذا ما اشتغلت عليه أنا شخصيا مع زملائي في الإدارة العامة للإرشاد اللي هو تطوير الخطة التنفيذية للخطة الاستراتيجية التابعة لسياسة التعليم الجامعي. حطينا بعض التدخلات وبعض الأنشطة اللي إلها علاقة في دمج الفئات القابلة للدمج، لأنه مش كل فئة نقدر ندمجها. لكن عندي 7 إعاقات أنا، وكل إعاقة زي ما ذكرنا فيها مستويات، وكل مستوى له دعم مختلف، له إرشاد مختلف، له احتياج مختلف. هذا حال إلى حد ما قبل كورونا، أنا بحكي لك من دمج كل فئات الإعاقة في سياق التعليم الخاص في سياق التعليم العام. ناهيك على أنه بعض الإعاقات مثل صعوبات التعلم، الإعاقة الذهنية، خلينا أقول لك طيف التوحد، هذول مش مدبجات. بدي أرجع لسؤالك، نعم كان هناك عدد من المبادرات، أجت مبادرات اللي هي واحدة من المبادرات اللي انشهرت اللي هي التعلم الإلكتروني أو الإي كلاسز الإي ليرنينج. هذا التعلم الإلكتروني كان بتمحور حول نوضع بعض الفيديوهات، يقوم الأستاذ بشرح الدرس مثلا، بعض أوراق العمل أونلاين بتبادلوها مع الأهل بيجاوبوا عليها مع وجود أطفالهم أو بيساعدوا أطفالهم عشان يجاوبوا عليها. بعض الأشياء اللي ركزت على الناحية المهاراتية زي البريزنتيشنز أو البروجكت أو ما شابه ذلك، وبعدين إحنا بنرد نرجعهم. إذا بتيجي بتطلع شو اللي صار يعني صار بهذا الجزئية، بتلاحظ إنه فئات الإعاقة اللي كانت مدمجة بالسياق الصفي بالغرفة الصفية تم استثنائها، لم تكن موجودة في التعلم الإلكتروني إلا في مبادرة الثانوية أونلاين. في الثانوية أونلاين كانت هناك بعض الحلقات التي بثت بلغة الإشارة. أنا راجية وزارة التربية والتعليم العمل على مأسسة هذه التجربة. الشغل الثاني امتدادها لكافة فئات الإعاقة المدمجة. أنا عندي البصري، عندي البصري الجزئي، عندي البصري الكلي، عندي الرباعي، عندي كل هاي الأنواع من الإعاقات المدمجة، واللي وزارة التربية والتعليم تبنت دمجهم وقامت لهم كل شيء. ضل علينا نوائم لهم كيف بدنا نقوم بعملية التعلم على بعد. أنا ما بدم المبادرة جميلة جدا، هي تجربة خاضتها الأهل والمؤسسات الحكومية والمؤسسات المدنية وخاضوها الطلاب. هذه التجربة خاضعة للتقييم، فإحنا بعد نهاية كورونا إن شاء الله ما بالطول لازم إن نكون قادرين على تقييمها. وهون أنا يعني رجائي من الجميع إنه التجربة ما تكون لا خاضعة لا للمدح ولا للذنب for the time being في هذا الوقت. معنا مشاركة هاتفية أيضا. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل عرفنا عن حضرتك. معك هذا رمضان غزة. أهلا وسهلا فيك وفي كل أهلنا في قطاع غزة. أهلا بك، وبداية كل عام وأنت بخير. أنت بألف خير. وبنشكر الدكتور أبو حسين على البرنامج التعليم، وبنشكر حضرتكم إذاعة وطن، وبنشكر إذاعة التعليم ووزارة التربية والتعليم أيضا. تفضل. بس كان لي سؤال بخصوص التعليم الإلكتروني للأطفال ذوي الإعاقة. ما في شيء مثل ذوي الإعاقة التعليم الإلكتروني. صحيح. طيب هل يعني هل عندك طفل بيعاني من مشاكل او ذوي اعاقه؟ عندي صديق عنده طفل وكذا، فبيشكل من التعليم الالكتروني وكذا، ومغلب الجيران كلهم بيجوا يدرسوا ابنه وكذا. مش الكل بيقدر يتعامل مع ذوي الاعاقه، اطفال ذوي الاعاقه.
طيب هل لاحظت على يعني هذا الطفل على سبيل المثال تغير في السلوك بشكل سلبي أثناء فترة الحجر المنزلي؟ صحيح، ومع أنه ما بطلعش من البيت كثير يعني كيف بدي أقول لك، صار تعامل سيء مع الآخرين كثير له الطفل. يعني صار في عنده عنف مثلا في التصرف في التعامل، عنده عنف مقابل الأشخاص الآخرين كثير بشكل ملحوظ. يعني كيف تفعلتوا مع هذا الطفل أثناء الحجر لما صار في عنده عنف؟ والله أنا يعني بزورهم مش كثير، يعني مرة في الأسبوع بشوفهم بس، يعني في الأسبوع هذا في اليوم اللي بزورهم فيه يعني بحس. طب هل بتتوقع أنه الأهل في عندهم دراية ومعرفة كافية في هاي الأمور، ولا لسه فيش عندهم المعلومات الحقيقية والكافية والشافية في هذا المجال؟ لا ما أظن في عندهم دراية كثير، لأنه البيت ضيق والأمور الفقر له عوامله وكذا وشي. نعم شكرا لحضرتك على هذه المشاركة. يعني دكتورة تحدث عن قضية بالغة الحساسية، التعليم الإلكتروني لذوي الإعاقة، أين هذا التعليم في فلسطين؟ هو بلا شك أنه كان لازم بالفترة الماضية، حتى الطلاب يضلهم على تواصل وصلة مع المنهج، وكان كان المفروض يكون لكل فئات المجتمع بما فيهم فئات الإعاقة. زي ما سبق وحكينا أنه نعم كان في الثانوية أونلاين في للإعاقة البصرية بعض الحلقات اللي بثت بلغة الإشارة، وما عدا ذلك لم يكن هناك. كان بعض المبادرات الفردية زي ما أنا سمعت من معلمات في غرفة المصادر هون هناك قالوا إنه بأعطوا أوراق عمل أو عملوا أورينتيشن اجتهاد إرشاد معين للأهالي كيف يتعاملوا مع أطفالهم. بس السؤال الأوضح مش أيضا التعليم الإلكتروني من الفئة ذوي الإعاقة، السؤال الأوضح قديش كان مجدي لذوي الإعاقة. زي ما حكيت أنا نزار، هذه تجربة، والتجربة دائما تحتمل خطأ وتحتمل صواب، فأنا ما بدي أجلد التجربة وأقول لا ما كانش فيه، ولا بدي أقول كانت الأمور بيرفكت. بعده بكير كتير عشان نقول شو كان عبئها، بس واضح إنها لم تكن ملمة في كل فئات الإعاقة المدمجة. طب حاليا ما هو المطلوب للتعليم الإلكتروني لذوي الإعاقة حاليا؟ لا في فترة الحجر الأساس أنه تبث بعض الدروس، خليني أقول بلغة الإشارة للصم، خليني أحكي بلغة بريل للإعاقة البصرية وما شابه ذلك لكل فئات الإعاقة، كل حسب إعاقته. هذه واحد. الشغلة الثانية أنه أنا أوظف التعلم الإلكتروني هذا فيما بعد كورونا، بمعنى أنه بعد ما تنتهي الأزمة إن شاء الله يجب أن يكون هناك تعليم إمبدد. شو يعني تعليم إمبدد؟ تعليم مدمج ما بين الوجاهي وما بين التعلم الإلكتروني، لأنه إحنا زي ما إحنا بنعرف إحنا بلد الأزمات، كل يوم والثالث وصاير عنا شغلة. فبالتالي أنا بدي أكون، مش بدي أستنى تفاجئني أزمة ما، لا بدي أكون أنا مستعدة. الشكل ما أنا علمت من الوزارة إنه هناك لجان طوارئ عمالها بتقيم شو صار في التعلم الإلكتروني. هلأ طرحوا استمارات، أنا من الناس اللي شاركت بالاستمارة، خلينا نستنى شوي ونشوف قديش التجربة كانت مجدية. اللي بتوقعه من إخواني واللي أنا بعرف إنه وزارة التربية والتعليم عم بتكون فيه، اللي هي راح تبني على ما هو جديد وراح أو ما هو ناجح وفعال، وراح تحاول قدر الإمكان إنها. خلال الاتصال الهاتفي قالنا المواطن إنه هناك في جهل من قبل الأهل في التعامل مع الأطفال من ذوي الإعاقة، لماذا لا يكون على سبيل المثال هناك خط ساخن على مدار 24 ساعة من الوزارات المعنية للتعامل مباشرة مع الأهل في حال يعني لتوجيههم حول كيفية التعامل مع الأطفال؟ صحيح، هو الأساس إنه كانت التوعوي الناحية التوعوية للأهالي ما قبل كورونا، هو بالأساس هيك إنه إشي لازم يكون في بناء قدرات للأهالي اللي بتتعامل مع فئات معينة من الإعاقة ما قبل أي أزمة ما. ليش؟ لأنه أنا ما بستنى الأزمة عشان أعمل إرشاد للأهالي. هلأ شو تعلمنا؟ هذا واحد من الدروس اللي لازم نتعلمها اليوم واللي لازم ننتبه لها، إنه أوكي كان في عندي أزمة داهمتني الأزمة، أنا الأهالي ارتبكت ما عرفت كيف بدها تتصرف، الأم اللي عندها طفل رجعت بول إراديا، الأم اللي صار عندها ابن أجريسيف صار عدواني، اللي صار عنده سلوكات بنهم الأكل كيف يأكل، اللي في أطفال سمعت عنهم بضلهم قاعدين وساكتين، أنا كأم كيف بدي أتعامل؟ واحد من الحلول اللي طرحتها أنت إنه يكون في عندي الخط ساخن ما بين لجنة معينة أو ما بين جسم حكومي أو جسم من المؤسسات المدنية قائم على إجابة هذول الناس. الشغلة الثانية نظار في إشي بنسميه نتوركينج، اللي هي
قلقت الشبكات، كيف انا بدي اعمل تشبيك ما بين الاهالي وما بين المؤسسات؟ في دور كمان للمؤسسات المجتمع المدني، انه مؤسسات المجتمع المدني اللي عمالها بتشتغل على فئات معينه مطالبه انها تحط بعض الارشادات على الويب سايتس الخاصه فيهم او على مواقعهم او على الفيسبوك او واتيفر، بحيث تكون الام اللي مش عارفه تتعامل مع طفل عدواني تلاقي لها نقطه نقطتين ثلاثه يرشدوها لوين تروح. طبعا لما بنيجي بنحكي عن كل سلوك، كل سلوك بده بحث، انت بتعرف كل سلوك بدنا نوقف على تفاصيله، بدنا نعرف من وين أجا وكيف أجا ولوين رح يستمر وما شابه ذلك. نعم، لدينا اتصال هاتفي آخر. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرفين على حضرتك؟ مع عبد الغني الأفغاني. أهلا وسهلا فيك، من حضرتك؟ نعم، من وين حضرتك بتحكي؟ من عيزرية. أهلا وسهلا فيك في كل أهل القدس المحتلة. طيب احكي لنا برأيك اليوم في, في, في موضوع حلقتنا، وإيش بتوجه رسالة على الهواء مباشرة؟ أنا عندي ولد واحد طبعاً، هو الحين توجيهي وراح يقدم امتحانات. من إيش بيعاني عفواً؟ يعني عنده طيف توحد بس توحد. خفيف جداً ومتفوق أكاديمياً، يعني الأول على صفه تبارك الله الحمد لله. الحمد لله. وعدله عالي والحمد لله يعني بعلي، بس هو مشكلته إنه عصبي كتير، ومشكلة العصبية هاي اللي معاه يعني مغلبتني عندي بالبيت، وكانت مغلبة الأساتذة كمان عنده بالمدرسة يعني. طب كيف تعاملتي يعني أنت مع هاي العصبية؟ مدرسة مسقط، ثانوية مسقط، يعني صحيح الأساتذة كتير احتووه والمدير، وكانوا كلهم متعاونين معي، فكان تعاون بيني وبينهم لحد ما حاولنا يعني زي ما تحكي نخفف من حدة عصبيته يعني. طب أنت كيف تعاملتي معه في البيت عشان تخففي من هاي العصبية؟ إيش سويتي؟ يعني هونت عليه الوضع، يعني انه احنا الوضع وضع طارئ في البيت وفي الوضع بالبلد بشكل عام، يعني قعدته في البيت وحجره في البيت يعني اشي لصحته، فهو تقبل مني هذا الموضوع يعني. بس هو لما صار امتحانات التجريبي، لانه صمل يعني درس واجتهد كتير وكان مهيئ حاله يقدم الامتحانات التجريبي، بس بعدين تفاجأ زي كل الطلاب انه ما في امتحانات، والامتحانات كانت عن طريق النت، يعني كل مدرسه بتنزل امتحان التجريبي بحلوه، فكان هو متضايق كان بده يروح يقدم الامتحان. سبب له ارباك، نوع من الارباك يعني. سبب له نوع من الارباك وتوتر كثير، وحكيت له مش انت لحالك بالبلد، يعني عندك كم واحد يعني كم مدرسه بالوطن كله، في كلهم يعني عندهم توجيهي، يعني هو بده هون كان معصب يعني، كان بيحكي لي انا بدي اوصل للمسؤول اللي الغى الامتحان التجريبي يعني، وعصب كثير، قلت له هذا عليك وعلى الكل. صحيح صحيح. بعدين يعني هونتها عليه لما صار نزلوا له امتحانات التجريبي على التليفون وشاف الموضوع بعينه انه مش بس لحال يعني، اقتنع فصار يحل يعني الحمد لله رب العالمين. هلا هو بحل بعد بالايام، يعني كل يوم بصحى الصبح بيقول لي ضل هالقد هالقد هالقد، يعني هو الحمد لله عنده حماس وعنده يعني جاهزية. طب هل عنده مثلا على سبيل المثال تخوف مثلا من احتمال العدوى، مثلا الإصابة بالمرض مثلا داخل الغرف الصفية؟ هو أول ما العدوى أنا يعني هو كان ماخذ احتياط، يعني أنا كنت أعطيه كمامة، جبت له كمامة وكفات عندي بالبيت، فكان يلبس يعني ينزل مشوار واحد يعني يأدي طلبات البيت ويجي يعني، فكان هو يعني الحمد لله بشكل عام منيح يعني. بس أنا بدي أطرح شغلة ثانية يعني إذا بمحولي. تفضلي. أنا عندي غير ابني هذا عبد الغني، أنا عندي كمان تنين بالبيت، واحد عندي حكولي إنه عنده كهرباء زايدة بدماغ، والثاني برضو طيف توحد بس لحد الحين ما حكى. الصغير هذا اللي ما حكى لحد الحين عمره 17 سنة، والثاني أخوه الأكبر منه اللي عنده كهرباء زايدة بدماغ، بس قال لي الدكتور إنه ما تتحول لصرع. هدول التنين موجودين عندي بالبيت، ما في لهم مدارس، واحد 17 واحد 18، ما في اي مكان يعني، ما في اي حدا يحتوي هدول الاولاد، وانت بتعرف لما بلشوا يصيروا شباب يعتمدوا حالهم، ما في يعني بينزلوا على الشارع انا بكون معاهم، ووضعهم عندي بالبيت يعني. وعندي هذا ابني ب 18 سنه اللي عنده كهرباء زايد بالدماغ، بضل يحكي لي بدي اروح على المدرسه، شو في لي مدرسه؟ مش قادر يقعد بالبيت، فاهم انه في مدرسه وروحه وجايه، بحكي له ما في مدرسه، ما في مكان. فانا كأم وكولية أمر طالب أولاد عندي، وهدول كمان صاروا أيتام كمان من فترة، أنا بطالب البلد أو أي جهة إنه هدول الأولاد يكون لهم حق إنه يتعلم، يعني لا تأخذني اللي عنده إعاقة عقلية كاملة مثلا، في له مراكز تدربوه أهله، اللي عنده إعاقة حركية
برضه ناس بتدربوا بتأهله بتعملوا مساجات وعلاجات طبيعيه. انا اولادي وضعهم كوضع اي في ناس كثير مش بس انا لحالي. طب هل لمستي يعني اي اهتمام بذوي الاعاقه من قبل المؤسسه الرسميه؟ في اي هيئه تتواصل معي؟ انا ما بدي الا بس يساعدون بالدراسه يعني بس يروح ويجي يتعلم شيء جديد الولد بحياته. ما في عندي هذا الحكي. يعني انت ما حسيتيش اي اهتمام بذوي الاعاقه من المؤسسه الرسميه خلال فتره الحجر المنزلي؟ لا أو ما حدا تواصل معي انا يعني، بس انا بالبيت يعني دايري بالي على الاولاد، انت فاهم علي كيف يعني الوضع عندي بالبيت مسيطر علي الحمد لله، اولادي ما بيطلعوا بالشارع بشكل عام يعني ما في مجال لما تحكي اني انا اركن على الولد يطلع لانه ممكن يعملوا لي مشاكل بالشوارع، فمن اول يعني قبل كورونا انا اولادي عندي بالبيت قاعدين يعني ما في مجال يطلعوا. اذا بده يطلع بيطلع معي قبل كورونا انا باخذهم انا بروح باجي فيهم، انه اطلع الولد لا ما في عندي هذا الحكي، مش سهل انه يعتمدوا كثير على حالهم برا بالشارع. نعم شكرا لحضرتك على هاي المشاركه وبنحكي لك الله يقويكي على الدور المهم اللي بتقومي فيه في المجتمع الفلسطيني كامراه فلسطينيه. شكرا لحضرتك على هاي المشاركه. الحمد لله يعطيك العافيه. يسعدك. هلا يعني شو يعني بتحكي لهاي الام؟ هي بتطالب بحقهم في التعليم، هذا يعني هذا حق لهم انهم يكون في مؤسسات ترعاهم. يعني انا وهي بتحكي بتقول انا بس بطالب من المسؤولين، لا هو حق لهم انهم يكونوا مدمجين في مدرسه فلسطينيه او في مركز للتعلم. نعم هون عبء الام هذا عبء مزدوج، عبء كبير اضافي عليه. ثلاث حالات في منزل واحد، مش بس ثلاث حالات، هي بتطالب بإشي من المسلمات يعني ضمنه كل المواثيق الدولية إنه في حق بالتعلم للطفل العادي والطفل ذوي الإعاقة. 17 سنة بتقول لك عن ابنها، 17 سنة مش مدمج، 17 سنة أنت قادر تتخيل التحدي العاطفي النفسي اللي بيواجه هذا الطفل. شوف في مقولة إحنا التربوية بنحبها ودائما بنكررها، بنقول الدعم النفسي مرتبط بتوفير حقوق الشخص بغض النظر مين كان من فئة ذوي الإعاقة أو كان من الفئات العادية. إذا أنا بعطيك حقك أنا دعمتك نفسيا، هدول حقهم أنهم يتعلموا، حقهم أنهم يكونوا مدمجين داخل مؤسسة حكومية ترعاهم. مش كل العبء يعني الأم هاي مش مفرقة معاها إذا كان في مدرسة، إذا كان في حق في كورونا ولا فيش كورونا، لأنهم أوريدي أولادها بالبيت، فهي في العبء عليها عبء اضافي. وهون انا يعني بوجه للاداره العامه للارشاد والتربيه الخاصه انهم ينتبهوا لمثل هاي الحالات، انهم يحاولوا قدر الامكان يوفروا خاصه لطيف التوحد اللي عم بيطالبها كل يوم يروح على المدرسه. وهذا سؤال المقبل كان يعني كيف يتعاملوا مع طيف التوحد تحديدا؟ شوف طيف التوحد ما هو اولا حسب الطيف، الشغله الثانيه قديش العمر، يعني هذا الطفل ما هذا الشاب اللي عمره 17 سنه ما بتقدر تضل تقول لك بالتكرار انت فاهم علي كيف، بس مع عمر 6 سنين و7 سنين احنا بنسمح لنفسنا ان نكرر المعلومه مره ثنتين ثلاث لانهم اصلا بيتعلموا بالتكرار. بس الطفل عمره 17 سنه الاساس او شاب عمره 17 سنه الاساس يكون مدمج ضمن تدخل معين، خطه فيها مأسسة. بدي ارجع للطفل للشاب التوجيه اللي حكت عنه السيده بتقول انه الامتحان وضغط الامتحان وقال بده يشوف المسؤول اللي لغى الامتحان. الفكره مش بفكره امتحان، الفكره انه هذا الطالب يعاني من اكثر من جانب، في عنده فقدانه لصحبته لرفقته في المدرسه. طيب. واحد هذا الشيء ازمه، اثنين وضع الكورونا، وضع الحجر المنزلي، الضغط من اخواته الثانيين اللي موجودين، وطبعا واضف الى ذلك التوجيه كتوجيه، يعني امتحان توجيه كتوجيه، لانه امتحان هذا التوجيه بنسميه امتحان صلب من الاطار الزمني، بمعنى انه خلص ب 31 بده يقعد الطالب، ناهيك على انه هو هلا بفتره مراهقه، وبالتالي بيكون في عندي اكثر زي كومبلكس، الوضع معقد جدا من حيث التحديات. كان الله في عونها، بس انا كمان راح اثير هاي النقطه المتعلقه بطيف التوحد الموجود بالبيت باذن الله مع الاداره العامه للارشاد. طيب اليوم لو حكينا لو نتحدث عن حلول، كيف يمكن يعني للحكومة للوزارات للأهل لكل يعني للمجتمع المدني، كيف يمكن الآن الحديث عن حلول لنجدة الأهالي في المنازل، حلول واقعية عملية سريعة، ماذا نفعل في ظل وجود كورونا؟ نعم فيش مجال غير يكون في إشي أونلاين حاليا زي ما احنا حكينا أنا وياك قبل، لازم يكون في عندي خط ساخن اسمع شكواهم. المره هاي انا متاكده الصبيه اللي حكت معنا قبل شوي سيدي، انا متاكده انها ارتاحت لانها وصلت صوتها. صحيح. في اشياء مرات تشوف طبيعتنا احنا منحبش تخلي اشي سسبندد اشي معلق، فلازم انا احكي عنه عشان اكون اقدر اوصل صوتي. واحد الشغله الثانيه يكون في اليات للتواصل ما بين الاهالي نفسهم خاصه المشتركين بنفس فئه الاعاقه.
تنين يكون في دور للمؤسسات في المجتمع المدني زي ما حكينا، يحطوا بعض الخطوات الارشاديه، بعض الشغلات الارشاديه اللي لها علاقه ب، خليني اقول لك مثلا الاعاقه السمعيه الجزئيه انا كيف بدي اتعامل معها، اللي عمرها مثلا كذا كذا، الاعاقه البصريه كيف بدي اتعامل معاهم، طيف التوحد كيف بدي اتعامل معاهم. ناهيك على انه انا زي ما بسمع من الوزاره انه في كمان لجان بين كل فتره والثانيه عم تعمل ايفالويشن، عم تعمل متابعه للي قاعد بيصير. لازم يكون في زي ما حكيت لك توعيه من خلال الاونلاين بين كل فتره والثانيه. صحيح. يكون في دورات ارشاديه لهذول الاهل. تمام، معنا اتصال هاتفي اخر. الو، انا يسعد مساكم وفي الجميع. يسعد مساك، تعرفينا على حضرتك؟ معكم ندى العصام من الاباديه محافظه بيت لحم. اهلا وسهلا فيك وكل اهلنا في بيت لحم. تحيات تفضلي. تحياتي كمان للدكتورة بصينة نزلان، قد يشرفني اني انا اشارك معاكم في هاي المداخلة. بحب اني احكي عن تجربة انا ام لاعاقة بصرية كبيرة كلي. بحب اني احكي لكم عن تجربة ابني في الحجر المنزلي. تفضلي. كانت تجربة كثير ايجابية واعطتنا طاقة ايجابية وافادت مش بس ابني، افاد حتى معظم طلاب الجامعة اللي حواليه. تحكي لنا تفاصيل الموضوع عشان الغير يستفيد من تجربتك الإيجابية. نعم، هلا أنا حبيت إني أشارك حتى إني أنا أفيد الأهل إنهم يكتشفوا مواهب أولادهم من هم صغار ويطوروها. هلا من بين ابني عنده مواهب كثيرة، من بينها التطور التكنولوجي، حتى الحمد لله صار يستخدم اللابتوب من غير ماوس، ووصل لأنه مشارك في ويندوز إنسايدر بيجرب النسخ الجديدة. هاي التجربة أتاحت له أنه هو يتواصل مع وزارة التربية والتعليم مشكورين عن طريق صفحتهم، ومع مديرية التربية والتعليم ومع معلمينه. وهاي التجربة كمان أنه التعلم عن بعد من ناحية التجربة التربية، يعني لما يتواصل مع معلمينه مع مديرية التربية والتعليم، وعملنا له إحنا حتى يوميات عن الحجر المنزلي. طب هل لاحظتي اي تغير في سلوكه من ناحيه سلبيه اثناء الحجر المنزلي؟ ناحية سلبيه قطعيا، يعني قطعيا، حتى هو صار يدرس غيره كمان عن بعد. له بنت اخت في اريحه كان يساعدها عن طريق اللابتوب، عن التواصل عن بعد. نعم. طب يعني بشكل عام لو نسألك، شو حجم الضغط اللي يعني القي على عاتق الطفل والاهل بذات الوقت؟ يعني الضغط متبادل، هل لمست هذا الإشي عندك في البيت؟ أنا صراحة في بداية الحجر المنزلي كان عندي مخاوف كثيرة، لأنه ابني صف 11 والسنة الجاي كان هو ترجيحي، وأي معلومة أكاديمية راح أخرب. بس التطور واستخدامه للتكنولوجيا واللابتوب وتواصله مع الوزارة وتواصله مع مديرية التربية والتعليم مشكورين ومع معلمينه كثير، يعني انا كنت مبسوطه يعني في هاي التجربه. يعني انت لمستي نوع من الاهتمام الرسمي بذوي الاعاقه خلال هاي الفتره؟ ايش حضرتك؟ يعني انت لمستي نوع من الاهتمام الرسمي بهذه الفئه خلال فتره الحجر المنزلي؟ كثير يعني ما يعني حتى لما يتواصل مع الصفحه مع وزاره التربيه والتعليم كثير كانوا ايجابيين معاه في مطالبه، مديريه التربيه والتعليم، وحتى عملت انا يوميات عن الحجر المنزلي لابني ورفعناها للتربيه والتعليم. طيب هلا شو رسالتك لكل ام فلسطينيه عشان يعني اللي صار عندك في البيت ينتقل التجربه ننقلها ونعممها على منازل اخرى، شو بتنصحيهم؟ انا بنصحهم انهم يكتشفوا مواهب اولادهم ويعطوهم مجال في تطوير هاي التجارب في هاي المواهب. نعم. هلا ابني لما صار انه يطور هو من ذات نفسه من ناحيه تكنولوجيه ومن ناحيه انه مجرب استخدام الويندوز بشكل ممتاز، وهي حتى اني ما كنتش انا بحاجه لوسيط اني انا اتواصل مع الوزاره او مع التربيه والتعليم ومع هاي، هو كان يتواصل معهم مباشر. نعم، شكرا لك على هذه المداخله، يعني تجربه ناجحه من الجميل تعميمها على بقية المنازل. شو رأيك في هذه التجربة؟ أول شيء هي الصبية لمست شيء داخلي
بحبش احكي عن النظريات بس مضطره احكيها، في التربيه ايش بنسميه سي بي اي اللي هو تشايلد بيرفورمانس امبروفمنت. هذه النظريه بتقوم على تطوير اداء الطفل او تطوير تحديدا ذوي الاعاقه. فالصبيه بتقول قالت لك اكتشاف مواهب ابنها، اكتشفت موهبه ابنها. واحد من المستويات اللي بتشتغل عليهم هاي النظريه اللي هو المستوى الادراك الذهني، اللي بتقول جيب الطفل، انا كأم بدي اجيب الطفل بدي احطه على المحك، بدي اخليه ينخرط في بعض الانشطه من اجل اولا اشجعه، ثانيا اعرف احتياجاته، اذا عرفت احتياجاته بعرف مواهبه، واذا عرفت مواهبه بقدر انا اعطيه وبقدر انميها. فالصبية اللي حكت قبل شوي هي قامت بوحده من المستويات اللي من عام 1956 بيحكوا عن النظريه، يعني هي عملتها من غير ما تكون. بس انا سعيده كمان بالطريقه اللي عبرت فيها عن التواصل مع وزاره التربيه والتعليم، يعني بتقول انا تواصلت استجابوا لي، يعني هذه من الاشياء الناجحه. عشان هيك بقول لك التجربه اللي احنا خضناها كمؤسسات وكاهالي وكاطفال جديري بانه يكون فيها في لها عمليه التقييم، عشان هذه مثل هاي الدروس مثلا اللي حكت عنها الصبية تؤخذ بعين الاعتبار وتعمم على باقي الأهالي أو باقي المؤسسات. طب نظرا لضيق الوقت أسألك آخر سؤال في هذه الحلقة، شو رسالتك اليوم لكل شاب من 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 ذوي الإعاقة؟ شو بتحكي له أو طفل شو بتحكي لهم على الهواء مباشرة؟ للطفل ولا للأهل؟ للأهل، للشاب تحديدا وللطفل، يعني إيش الرسالة الرئيسية لهم؟ أول شيء بدي أقول لهم أنتم فئة بالنسبة لنا فئة مميزة، أنتم الفئة اللي بنحبكم، بدليل شوف شو عملنا في وزارة التربية والتعليم، شو عملهم بتجزولهم عشان الثانوية العامة. فهم فئة بعرف انه في جزئية منهم مهمشين، بعرف انهم ما عم باخذوا حقوقهم كما يجب ان تكون، بعرف انه مش كل الفئات مدموجة بالتعليم، بعرف انه مش كل الفئات مدموجة في مراكز التأهيل. بس انا شخصيا بدي اقول لهم انه انا اؤمن فيكم قلبا وقالبا، وانه انتم بتقدروا تعملوا وبتقدروا تكونوا وبتقدروا تكونوا عنصر فعال وبتقدروا تنتجوا، وممنوع احنا كاهل لا نكل ولا نمل، هذا وضع استثنائي وان شاء الله بتروح هذه الغيمه. وكلمه اخيره للاهل تحديدا شو بتحكي لهم؟ زي ما حكيت لك ممنوع الاهل يملوا من الوضع، ممنوع، لازم الاساس انهم يضلهم صابرين وضلهم باستمرار يشجعوا اولادهم وضلهم مؤمنين بقدراتهم. كل ما امنا القضيه الجوهريه انه كل ما امنا بقدرات اولادنا، كل ما اولادنا كانوا قادرين على اعطائنا ما نحتاج او اعطائنا ما احنا نسمو اليه او نتوق اليه. نعم، انتهى وقت البرنامج. في النهايه نقول ان ذوي الاعاقه يحتاجون الى مزيدا من الاهتمام والدمج والرعايه والعنايه داخل الحجر المنزلي او خارجه في الحياه الاعتياديه، انسجاما مع الاتفاقيه الدوليه لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اللي وقعت عليها فلسطين عام 2014. أشكر ضيفتي الدكتورة بوسينة نزال وجميع من تابعنا على شبكة وطن الإعلامية، وهذه تحياتي لنزار حبش وإلى اللقاء. شكرا دكتورة. شكرا لك، تسلم، كل سنة.